البطالة آفة تعطل القدرات البشرية وفرص النمو والرفاه وتسبب العجز في البنى الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وقد وصلت في العراق حدًا لم يعرفه من قبل، على الرغم من ثروته النفطية الهائلة ووفرة أراضيه الزراعية. صحيفة لا تربيون الفرنسية سلطت الضوء في تقرير لها على هذه الإشكالية التي بات العراق يعاني منها كثيرًا. يومًا بعد يوم تتفاقم البطاله في هذا البلد الغني بالموارد والثروات بالرغم من حاجته الى مئات المشاريع التي تنتظر من ينفذها والحصول على وظيفه في القطاع العام تقول الصحيفه يكاد يكون مستحيلا اليوم خلافا للوضع في السابق حين كانت الدوله قبل عام 2003 تضمن تشغيل جميع خريجي الجامعات ومنذ عام 2013 أصبح الشباب يعتمدون على الشركات الناشئة لكن هذا الاتجاه سرعان ما توقف. <applause> تروبيون الفرنسية أوضحت أن التعليم الجامعي في العراق لا يضمن للمرء الحصول على وظيفة تحقق الطموحات. وأن أكثر من عانوا وما زالوا يعانون من البطالة هم خريجو الجامعات والمعاهد وذوو المؤهلات الفنية والتقنية إذ بلغ عددهم عام 2017 نحو 45 ألفا تضاف إليهم أعداد السنين الماضية ممن لم يجدوا عملا علما أن عدد المقبولين في الجامعات عام 2017 بلغ أكثر من 121 ألف طالب وعدد التلاميذ وطلاب المدارس قبل المرحلة الجامعية بلغ نحو تسعة ملايين وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع وبالتالي فأن أعداد العاطلين مرشحة أيضا للزيادة البطالة في العراق بكل أشكالها البشعة تشكل نموذجا سيئا من نماذج الهدر المفرط للموارد البشرية الفاعلة وهي الظاهرة السلبية الأكثر إيلاما للفرد والمجتمع والدولة على حد سواء ولعل العمل على مواجهة البطالة وخفض معدلاتها إلى مستويات مقبولة نسبياً على وفق المعايير الدولية المعمول بها يتطلب وقتاً غير قصير تعززه جهود صادقة وعزم كبير. وهذا ما يشكك مراقبون للأوضاع في العراق في قدرة الحكومة الحالية كسابقاتها التي أتت بعد عام 2003 على إنجازه. إذ شغلت هذه الحكومات نفسها بتقاسم السلطة ونهب الثروات وهذا ما نجحت فيه فعلا مثل ما نجحت في تخريب المجتمع وتحطيمه